اللي جبت الوليد قام معي على حكاية الوليد شهرين، وبعد كي نطلقنا طلاق بالتراضي، كل حد مش على روحه، كل واحد مش على روحه. صارت خلافات بيناتكم؟ ضربك؟ لا لا، سي عبد الرزاق لا يضربني ولا يضرب ولا يكلمني. اني معناها اني هو معناها ندني معاه في العنف، ما نكذبش عليك سي عبد الرزاق. هو معناها ندني معاه في العنف، لا ما خلي معناها نقول حق على روحي. ثبت لي ثبت. تحب تقول لي انت تضرب فيه؟ تضرب في راجل؟ مش حكيت معناها نضرب فيه سي عبد الرزاق، معناها مخلي حوايجه كيك، ما طيبش لي ماكلته، ما ماكش مهتمه بيه. مشني مهتمه بيه. اي شنو اللي صار حنان؟ كمل. كل حد مشى على روحه، مشيت كملت نخدم في الديار، كبر ولدي عمره 6 سنين. تعبت في حياتي، معناها سكنت مع 32 عازب سي عبد الرزاق. اه؟ سكنت مع 32 عازب، لما ما يقبلني منهم. شنو سكنت مع؟ سكنت مع 32 عازب. اها. كذا قلت بيت ديني وكل شيء، تعرفت على واحد مغادي من بلادنا من القصرين. اي. روح. مش من العزاب اللي ساكنين لوطه تحت؟ من العزاب اللي ساكنين لوطه سي عبد الرزاق. هي ما قول لي من العزاب اللي لوطه. من العزاب اللي ساكنين لوطه. مشيت لخالتي غادي كينا بحذا في سوسه، خالتي نسكن معاك ونخلص معاك الكرا، وقتها مازالت كاريه هي، نخلص معاك الكرا وكل شيء. قالت لي لا.